نعم استاذ وهاء محق، انت عليك تبلش من الداخل. ما باستطاعته استاذ عدي، ما باستطاعته، الرجل مقيد، الرجل محكوم من الاحزاب، يعني الاحزاب هي جابته، يعني هي سوته مدير عام، يعني واحد يقول شرطي الاطار، واحد يقول مدير عام الاطار، يعني هذه الفرضيه وهذه الصوره اللي شفناها السيد رئيس مجلس الوزراء في 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 نيويورك، يعني هذه صوره يعني فقط للصوره، يعني فقط للعرض، يعني للعرض، وانما حقيقه الوضع الشعب العراقي بطاله. يعني انت شنو اليوم انت تروح للمجتمع الدولي تقول ما انا عندي بطاله، يا ليش مشكله المجتمع الدولي لو مشكلتك انت ومن قبلك الكاظمي ومن قبلك عبد المهدي وكل الوزراء والسيد اياد علاوي ابو ساره وكلكم، كلكم فاشلين، كلكم فاسدين، وصلتوا العراق الى مفترق طرق سيء جدا، نهبت اموال الشعب العراقي. تحل هذه الملفات فعليا هسه؟ لا يستحيل، لا لا لا، العامل الدولي راح يقول لك انا اساعدك، ما عندي مشكله، تريد حل لي اياه. ولا يساعدون، ولا يساعدون المجتمع الدولي، يعرف هذول الشرذمه سؤال عصابه تدور العراق.